ظبطت لك ميعاد مع مروان شيبوب، مبسوط؟ عفارم عليك ابو سليم. والميعاد حيكون امتى ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي يوم الخميس الساعه 12 بالمساء، وانا جاهز بالخط. وهلا ما نويت تخبرني عنها؟ استعجل لي بس يا ابو سليم، ما كل حاجه هتتم عن طريقك. من شان الخطه لو مش منيحه ما تحرجني مع مروان، هيدي الناس الوقت عندهم له تمن، ما بيعطوا فرصة تانية. وأنا مش عايز غير فرصة واحدة، وهي دي اللي هخلص فيها. ده إيه النور ده يا مالكة؟ ده السجن مضلم من غيري. يا أختي ما هو منور بقاله 30 سنة، هيفضل منور كده على طول. خلينا نشم نفسنا شوية. قولي لي يا بنت طالعة إمتى؟ هخرج الشهر الجاي بإذن الله. أوعي ما تجيش تزوريني. هو أنت قاعدة فين يا مالكة؟ أنا قاعدة في فيلا جوزي الله يرحمه. هو جوزك كان عنده فيلا؟ مع دريتي كيداهم. مين كيداهم؟ كيداهم اللي كانت مسجونة هنا تبقى ضرتك؟ تبقى زفتتي. أتاريكي كنت قرشة ملحتها، بس الغريبة دي عمرها ما جابت لي سيرة الموضوع ده خالص. بص يا بنت، أنا جالك في المصلحة. المرحوم جوزي الله يرحمه كان عنده واحد صاحب الروح والروح، عنده شوية ألماز عايز يصرفهم. قلتلي بقى. قلتلك ايه؟ قصدي يعني اكيد جايالي عشان اشوف لك صرفه في الموضوع ده. وهو انا يا اختي اعرف حد غيرك في الكار ده؟ يبقى عليكي وعلى المعلم سلامه مركيز. سلامه مركيز؟ مين سلامه مركيز ده؟ في دوكا وتعلموها بقى، وما تمسكوناش بالشوكه وتاكلونا بالمعلقه. تمام. ماشي. يا اهلا وسهلا بريحه الحبايب، دي فتحيه عزيزه علينا خالص. اهلا بك يا حاج ماركيز، هي كمان بتعزك قوي قوي قوي. ربنا يكرمها ويفك سجناها، انت تأمريني. عايزك تصرفني دول. غالي والطلب رخيص، ده انت تأمري سلامة مركيز. يا باشيو. تحت امرك يا رئيسنا. خد شوف لنا دول يعملوا كام. امرك يا ريس. بسرعة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. تشربي ايه بقى؟ ولا حاجة، لسه شاربة قبل ما اجي. لا ما هو مش هينفع، لازم تشربي اي حاجة في ضيافة سلامة مركيز. احلى سيرفيز. وبعدين لو ما قمناش معاكي بالواجب فتحيه تاكل وشينا. ما انا مش عايزه حاجه، انا لو عايزه هطلب مش هتكسف. على راحتك، المكان مكانك والزمان زمان. علم ايه يا باشا؟ ضرب. للاسف يا ست الكل مش هقدر اخدمك. ليه، في ايه خير؟ انت جايبه شويه الشغل دول منين؟ واحد معرفه عايز يصرفه في حاجه. لا اصله اتسك فيهم ولا مؤاخذه يا ندمتي. اتسك فيهم يعني ايه؟ يعني حلقوله ولا مؤاخذة، البضاعة دي فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ يعني حلقوله البضاعة دي فالصو زي ما بقول لحضرتك كده، تاخديها وتروحيله، يدور على اللي سابه، ولما يعرف طريق الألماز الحر أنا تحت أمرك وأمره. اتفضلي يا ست الكل. نورتي المطر معاها. بسم الله ما شاء الله عليك، ادي المعلمين ولا بلاش، ده انت خدتها فحت ورد ما في 10 بلدي. ايه رايك بقى؟ بدلت لها الالماز الحر بالالماز المزين وهي قاعده زي الباش. مية مية ولا فراخ الجمعيه. تستاهل. مش هي اجرت لك رجاله بلطجيه وسرقوكي وعايزين يتهموها فيا؟ طب ادينا لبسناها في حيطه بتعرض في حارة مكستحين حلاوتها. مية مية اخويا عليك. بصي بقى يا ست الكل، ده حقك ونصيبك. والله على حقي ونصيبي. ماشي حلاوتها، توقفت قدام كيداهم ولا نرد سجون؟ اشربي مني بقى من هنا ورايح. الله، ازاي ده حصل يا ست حلاوتها؟ انا مش عارفه، برج من دماغي هيطير. اتهم العيال اللي انت جايبهم
ولا كيدهم من الاصل كان مضحوك عليها؟ لا يا ست حلاوتهم، انا مسيطر اخر حاجه. احنا متفقين مع العيال دي يسرقوا لنا الفلوس اللي هتخرج بيها كيدهم من عند التاجر. قوم كيدهم اختلفت مع التاجر، قوم العيال سرقوا الالماز اللي كيدهم خرجت بيه من عند التاجر. يعني لا ممكن ابدا يجي في دماغ العيال دي موضوع تغيير الالماز، وبعدين هم جم علينا على طول. يعني ازاي بقى هيلحقوا يجيبوا ويغيروا الالماز الفالسو ده؟ الموضوع ده في طرف تالت والايام بينامة. طب تصدق بقى يا سعيد، الموضوع ده مش راكب على عيال خالص. وبعدين بقى في الولية دي اللي انا مش عارف اخد منها الحق ولا باطل، بس ورحمة امي منعت ايها يا نهاية. قولي لي يا كريمة يا روح قلبي يا نور عين ماما، انت خير يا ماما؟ خير طبعا، كل يا بنت كل يا ماما. الا مفيش واد لهلوبة كده يكون حرق ومرق وكوني بتسقي فيه في محل الحلويات. بسقي فيه ازاي؟ اللي تسقي فيه ازاي؟ هو كتكوتة تسقيه؟ بقولك على بني ادم يكون مجدع كده وابن حلال، اخده هيئه ونجره وخليه دراعي اليمين. بعد ما تهيئيه وتنجريه وتخليه دراعك اليمين، هوب تتجوزيه. يا نهار ابوك يا اسود، اتجوز مين يا بنت؟ انت اللي مش مهتم. تعالي هنا. ايه ده كلام تكلم امك بيه؟ انت اتهبلت في عقلك ولا جننت في مخك؟ رد يا بنت. خلاص يا ماما، بعدين يعني حضرتك معودانا على الصراحه. هو انا نسيت اللي انت عملتيه مع فؤاد زعتر الله يرحمه؟ زعتر ايه وجبنه ايه اللي ما تسمي؟ ايه حسبتوها عليها جوازه؟ قال الجنازه حره والميت كلب، وبعدين انا كل واحد بيشتغل عندي، هتجوزه ولا هتجوز؟ ايه يا ماما، ما هو انت اتجوزت واحد وابتسام اتجوزت واحد. يا نهارك اسود ومنيل يا اللي ما تسمي، انت قاعده ترد علينا يا بايره، قاعده تعد علينا وهي كانت جوازت اختك دي جوازت الشم واللوم. خلاص بقى ماما ما تزعليش مني، انا اسفه عشان خاطري. خدي دي بقى واللي عايزه ايه بالظبط. هاتي كل اللي انا عاوزاه، حد يشيل الهم عني. واد يكون ملحلح كده زي شحس الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، يشيل الهم بدال. يشيل الهم، يشيل الهم يا بنت يا كركر. بص يا ماما اهو، بص يا ماما. ما هو ما تبص يا ماما، ما انا بصالك عليها هتخرج من وشي ما تنطقي. انا في واد عندي هديه بس ينجح في الاختبار. هديه وينجح في الاختبار؟ ليه؟ جابها من الصين ده ولا ايه؟ تمام يا فندم. هات. ها ايه الاخبار يا شريف؟ تمام يا فندم. حنفي خلاص هيقابل مروان شيبوب يوم الخميس الجاي وهيعرض عليه الخطه المتفق عليها. عظيم عظيم جدا. وحنفي بقى موقفه ايه في وسط العصابه؟ لا تمام قوي على فكره يا فندم، حنفي ما طلعش سهل زي ما كنا فاكرين، ده قدر يحط ابو سليم ورجالته في جيبه. ربنا يستر ويكمل بنفس الكفاءه. قول لي اخبار الواد اللي اسمه شحته ده ايه؟ اهو يا فندم ماشي كويس، هو اخر بيساعد حنفي كويس. جميل. على فكره العمليه دي بقى لو تمت بنجاح هتبقى من اخطر العمليات اللي عملها الجهاز بتاعنا. ربنا يوفق يا فندم ان شاء الله. يا صباح الفل يا ست الكل. يا صباح القشطة والبنور على الوش اللي زي القشطة ده. يلا خدي افطري، اخواتك فطروا مشوا من بدري. لا يا ماما عشان خاطري متأخرة ومش بحب افطر بصراحة. نعم هتمشي على لحم بطك وتعبالة بتخسي كده. يلا خدي خديك ساندوتش. طيب عشان خاطرك بس حبيبة قلب امك. بقولك يا ماما. ايه يا روح قلبي ماما؟ ممكن اجيب استاذ اكمل يوم يتعشى معانا؟ اشمعنى يعني الاستاذ اكمل ده يجي يتعشى معانا؟ انا هقول لحضرتك. بصي يا ستي، الراجل ده مش بنتك شغاله معاه؟ ايوه. يبقى لازم انت تعرفيه وتعرفي بنتك شغاله مع مين. تصدقي يا امين انا مظبوط؟ حاضر يا ستي، عينيا الاثنين. تسلم عينيكي يا ست الكل. بحبك 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 بحبك. خمسه بحبك زي امك. بصي بقى هحدد ميعاد واقول لك عليه ان شاء الله، ماشي؟ شفتي كمان؟ ايه رايك بقى؟ صباح الخير. صباح الخير يا امينه، تعالي ادخلي. صباح الخير يا استاذه. ازيك يا امينه، عامله ايه؟ الحمد لله خير، مبدره قوي النهارده. يعني تسنيم دي شعله نشاط، شعله نشاط يا امينه. بصي سهرانه على الرسومات دي طول الليل وجايه من بدري عشان توريهم لي. شوفي مش بطاله. حلوة يا حلو. البركة في حضرتك وفيكي كمان يا أمين. أنا طبعا لولاكم ما كنتش قدرت أعمل حاجة. عن إذنكم عشان عندي شغل. اتفضلي.
مالك يا امينه في ايه؟ مفيش، انا بس ملاحظه ان تسنيم بقت الشخصيه المفضله عندك اليومين دول، ومبسوط من شغلها قوي. طيب دي فيها ايه يعني؟ المفروض دي حاجه تبسطك على فكره امينه. تسنيم دي تلمستك وانت اللي جايباها هنا، يعني اي نجاح ليها هيتنسب ليكي ولا ايه؟ تصدق عندك حق. طيب قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. وراكي ايه النهارده بعد الشغل؟ ليه؟ في حاجة؟ يعني كنت بفكر اخدك ونروح نتعشى بره، بقالي كتير ما قعدتش اتكلم معاكي. ده انا بقى اللي كنت جاية مخصوص النهارده علشان اعزمك في البيت عندنا. قوي قوي، امتى؟ اي وقت تحبه طبعا. امتى؟ اقول لك يوم السبت كويس؟ اكيد كويس. عارفة يا امينة، انا من زمان نفسي اتعرف على ماما واخواتك، يعني عشان لما يشوفوني يطمنوا اكتر، وخصوصا ماما. لما يجي لنا شغل بعد كده في سفر ما تقولش لا. وهي كمان هتبقى مبسوطة ما تتعرف عليك. تحب بقى السبت الساعة كام؟ ادخل. هو انت؟ ازاي؟ الله يسلمك، ايوه خدمة. مش هتقولي عادي؟ ما انت خلاص قعدت اهو. على العموم مش اشكال. موريني الا قولي انت ليه ما انتش عارف عدوك من حبيبك؟ انا مش عارف عدوي من حبيبي ازاي يعني؟ يعني انت قرش ملحتي قوي قوي من يوم ما شفتني، مع اننا احنا الاثنين ملدوعين من حيه واحده. انت تقصدي مين يعني؟ كيدهم؟ وكيدهم هتكون عملت فيك ايه؟ ومهما عملت مش زي اللي عملته فيا. انت اللي عملته فيك ما يجيش حاجة في اللي جرالي منها. ده انا اللي جرالي منها ما جراش لحد. يا سلام، ازاي يعني؟ عايز تسمع حكايتي؟ انا اي حاجة عن كيداهم احب اسمعها. من 30 سنة انا كنت متجوزة ومتهنية. ايه مش ناوي يجيبها البرس يا عبد الحليم حافظ بتاعك اللي اسمه حليم وده، ولا ايه بالظبط؟ ليه بس يا ماما يا حبيبتي، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ يا حبيبتي يا روح قلبي يا برودك يا اختي، ايه نايمه في العسل يا بنت؟ المخفي بتاعك يا اختي لسه لاهب مني ارنبين والبرسيم في بقهم. قال ايه؟ عاوز يجيب معدات للجيم. ده انا خلاص عايزه جيم منك ومنه. يا ماما ما هو فعلا بعت الياباني يجيب معدات جديده للجيم، وعلى فكره اللي بيعمله ده هيميزنا جدا عن اللي حوالينا وهتخلينا من احسن الجيمات في مصر. والله الله ويا اختي اسم الله، ايه اكلك المهلبيه؟ اكلك البلوزه؟ ضحك على عقلك يا بت. انت برضه يا ماما اللي بتقولي الكلام ده، هو انت حد يعرف يعمل معاكي كده؟ ده انت كيداهم والاجر على الله. وبعدين انت ناسيه ان انت عندك في الجيم محاسبين ما يعديش عليهم الهوا، وكمان في ايصالات. وبعدين على فكره يا ماما حليمه كويس وايده مش طويله. ايوه انت هتحاميه انا ولا هتحامي سي عبد الحليم حافظ بتاعك يا ست شاديه؟ طبعا مش بكره تخلي فيه له بقى الواد ولا البيت وتغني له سيدي الحبايب يا دنا يا انت. يا ماما حرام عليكي بقى يا ماما، انا بجد تعبت، انا فعلا ما بقتش قادره اتحمل كل اللي بيحصل لي ده. نعم قربت انت بتعلي صوتك على امك؟ تجننتي في حالك ولا اتهبيتي ولا ايه بالظبط؟ ما هو مش معقول يا ماما اللي انتوا بتعملوه فيا ده. انتوا عمالين انتوا الاثنين تحدفوني لبعض زي الكوره، وانا مش عارفه ارضي مين فيكم. انا بجد تعبت، بجد تعبت، حرام عليكم بقى. خرجوني انا من وسطكم يا ماما واتصرفوا انتوا مع بعض. انا مش قادره، مش هقدر اخسر حد فيكم انتوا الاثنين. انت عاوزه تخسريني تاني يا ابتسام؟ يبقى قابليني اذا كسبتي ولا ربحتي. ماشي، هو انا عشان ما بقاش عندي رجاله؟ لا، ضمك بمليون راجل. استغفر الله العظيم يا رب. يا ماما صدقيني بجد حليم ونسي كل المشاكل اللي فاتت. انسيها بقى انت كمان وريحينا. ينساها ده ايه؟ ده صفراوي زي اخت الله يرحمها لما جت تتحنجل وتتدجل عشان ترد فلوس ابوها. نعم اكلك الاونطه يا بت. خلاص بقى يا ماما اعملي اللي تعمليه. خد يا بت هنا، تعالي انت يا بت يا ابتسام، انت يا بت بت ما تردش على امك ان موريتك. الحقوني يا نهار ازرق، ده ايه اللي انا سمعته ده؟ الولاد ايه شيطانه؟ لا لا لا، شيطانه ايه؟ تقعد الابلسه قدامها صفوف كده وتديهم دروس في الشر. مش قلت لك ان انا زيك ضحيه الست دي؟ عشان كده انا عايزك تحط ايدك في ايدي. وانا بمدلك ايدي؟ ايديا الاثنين يا ست حلاوتهم، وبعون الله هنجيب داخل الوليه دي الارض. ومن هنا ورايح حليم وحلاوتهم ايد واحده. لا ده في حاجه تانيه مهمه قوي، لو انت هتعرفها هتنتقم من الوليه دي اشد انتقام. حاجه؟
حاجة تهدي. ثانية واحدة رد على التليفون بس. يا أمينة قولي. أزرق أنت بتقولي إيه؟ أنا جاي حالا. يا رب ألطف يا رب. ألطف يا لطيف. ألطف يا لطيف يا رب. ألطف يا رب. ألطف يا رب. ألطف يا رب. ألطف. خيرك يا نعم. اتسمى هيجي منين الخير يا ابو وشي نحس انت؟ اهدى يا حليم وخير ان شاء الله. دكتور طمني بنتي اخبارها ايه؟ هو الحقيقه يا جماعه للاسف الجنين نزل. في 60 ده يا الجنين، احنا مش عاوزين منه جنينات تاني خلاص، مش عاوزين منه عيال، احنا عندنا واحد ربنا يخليهولنا. المهم بنتي اخبارها ايه؟ طمني يا فندم ان شاء الله هتكون كويسه. يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. عين عين وصبيتك ما صليتش على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا رب تنقور عين اللي يبص لك بصة وحشة. على كده يا حلمبوحة هتمشي عورة في الدنيا. كده يا بوس تخدينا عليك الخضة دي. أنا بس اللي مش قادر أفهمه، إيه اللي وقعها من على السلم؟ أبداً. ده بس وأنا نازلة من على السلم. قصدي وانا طالعه دخت وقعت ومحسيتش بنفسي خالص. انا عايزه اعرف لو حليم عرف اللي حصل هيعمل ايه. اسكتي، انت عايزه تخلي الليله دندره. الف سلام عليك يا حبيبتي، قدر الله وما شاء فعل. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، بس انا اسفه. اسفه على ايه؟ ده كله قدر ومكتوب، ملناش فيه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، بس انا اسفه يا حليم، اسفه بجد. اهلا اهلا يا ابو سليم، اتفضل. بتعمل لي فالح ومفتح وبرم وبتشتغل لي جاسوس مع البوليس؟ يا ابو سليم معقوله انا اشتغل جاسوس مع البوليس اللي انا هربان منه؟ الرجال شافوك وانت واقف مع الضابط وبيفرجك الميكروفيلم. لا ما تصدقهمش يا ابو سليم، ده كذب، بيضحكوا عليك كذب. ما تنكرش، شاهد على روحك اذا بتريد. ولا ما بريد يا ابو سليم، لا ارحمني يا ابو سليم، لا انا عايز اعيش، عايز اعيش. جوزيف شو بك؟ فيش يا حبيبتي كابوس فظيع. اعطيك مي اذا بتريد؟ إذا بريد إيه؟ هي دي فيها إذا بريد؟ بريد طبعاً. أوكي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اشرب شوية. إذا بريد. أحسن شوي؟ أحسن كثير، الحمد لله. أوكي تسلم. حبيبي يلا ارجع نام تاني. إذا بريد. حاضر. حرجع نام تاني إذا بريد. خلي الماية معي عشان لو أوكي. لو جاي كوثر. أشرب تاني. بقول لك يا حبيبتي. إذا بتريدي يعني أنا هنام، ها؟ وأنت إذا بتريدي افضلي صاحية. أوكي عشان حبيبي. أول ما تشوفي الكابوس داخل عليا، ها؟ إذا بتريدي تصفري. أوكي. أو ما أنا أصحى قبل الكابوس ما يجي. أوكي حبيبي. طيب يا حبيبتي. يلا. تصبح على خير يا حبيبتي. تمام حبيبي. إيه؟ في إيه؟ في ايه؟ صفرت لي ايه؟ الكابوس جه؟ لا يا جوجو انا بجرب الصفاره. بجرب الصفاره؟ ايه؟ كل مدى بحبك اكتر يا حبيبي بصراحه. صباح الخير يا حبيبي. طيب جربي الصفاره؟ ايه. نعم يا حبيبي. يلا حبيبي. نعم انت وانا لو جالي الكابوس هصفر لك. بتجرب الصفاره. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عمي. طمنوني يوسف عبد الرحمن عامل ايه؟ دول وحشني قوي. نايم في اوضته زي الملاك يا حبيبي. ما شاء الله، ربنا يحرسه يا رب ويحميه. اطلع بص عليه بقى، ده وحشني قوي. يا حبيبه قلب امي ارتاح من المشوار وبيطلع شوفيه، ربنا يخليهولك يا رب. مش قادره يا ماما، وحشني. بعد اذنك. طيب يا حبيبتي.
اما لما البنت ابتسام دي ام بجد، نفسي بقى لما اتجوز اعمل زيها كده بالظبط. ان شاء الله ربنا يسترك انت كل ولايه. قادري كريم ما افتكرش. ما تفتكريش ليه ام بال زي الزفت زي وشك يا ماما. امينه ما بتفكرش غير في نفسها وبس. امينه طب اتنيلي، امينه ده اطيب قلب واحلى واحده فيه. ربنا يخليك ليا ويحرمني منك ابدا يا ماما يا قمر. طب يا جماعه انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا كمان راح الشغل. يلا امينه تعالي وصليني. عينيا الاثنين تمن التوصيله. نزلي البونديره وشغلي العداد ونحط الفوطه الصفرا. يلا بينا يا حبيبه امك. الرحمه يا بنت بالاكل. باي. بالسلامه ربنا معاكي. طب يا عمته اسيبك انا بقى عشان حاسه ان انا هفتنه شويه. هفتنت ايه؟ ده انت واكله ثلاث سندوتشات في المستشفى. لا يا عمته ما كانوش ثلاثه، كانوا خمسه. البنت بتخمس في وشي. ها ايه راي حضرتك اثبت كده؟ بس ارفعي الكتف اللي عندك شويه. انا اسفه جدا يا استاذ اجمل اني اجلت العشاء، بس انا يعني شرحت لك الظروف. لا طبعا مفيش حاجه. المهم هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. الحمد لله الف مليون سلامه عليه. ان شاء الله تقوم وتبقى زي الفل. متشكره قوي يا تسنيم. المهم ماما حددت الخميس الجاي عازمينك على العشاء. طب انا كنت بقول ناجلها شويه تكون شدت حيلها يعني. خالص دي بقت كويسه جدا، دي حتى احتمال تخرج من بكره. طيب خلاص ده مصر. يا ريت يا تسنيم نشوفك في العشاء ده. معلش يا استاذ اكمل مش هقدر والله، انا عندي ارتباط مع والدي. طيب لو تحبي نغير الميعاد. لا مش هينفع، وبعدين انا شايفه يعني انها قاعده عائليه، خلوني انا مره ثانيه. ليه يا تسنيم؟ هو انت غريبه؟ ده انت يعني تشرفي وتنوري. ما انا عارفه حبيبتي ربنا يخليك، لكن هي المشكله في بابا بيدقق قوي على المواعيد. لا اسمعي بقى يا تسنيم، انا عايز بابا يفهم طبيعه شغلك. احنا عندنا ديفيليهات وسفر وسهر. ما انا عارفه هو اكيد هيفهم ده لو انا عندي شغل، لكن هو بقى في الحاجات اللي ما فيهاش شغل بيعمل مشكله. طيب خلاص ماشي يا امين، ان شاء الله يكون عندكم يوم الخميس. تشرف وتنور يا استاذ اكمل. ها بنت احلام ايه الاخبار؟ اخبار اخبار يا معلمه. الاخبار والاهرام والوفد والجمهوريه ايه الاخبار؟ ايه ما انتش عارفه؟ بقولك اخبار المخفيه ام 44 اللي اسمها حلاوتهم، اخبارها ايه يا حبيبتي؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ في بنك بيصرفوا فيه ولا حاجه؟ بتروح فين؟ بتيجي منين؟ يعني العادي في تحركاتها يا معلمه، مفيش جديد. لا بقى تبعتيش فعل الموضوع ده، انا اشوف حد تاني يشوف المهمه دي. بس والنبي ما تزعلي مني يا معلمه. وانت مالك ازعل ولا افرح؟ المهم تفتحي عينك زي الفنجال يا حبيبتي هنا في المخروب الجيم، وتخلي بالك حليمه يعمل حاجه غيره يعمل حاجه، فطميني ما تسيبنيش على عماي يا حبيبتي. حاضر يا معلمه بالاذن. انا بقى اذنك معاك يا اختي. الله يرحمك يا شيحته ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. ولا يوم من ايامك ده انا قاعده مش شحتفه من غيرك. ايه ده؟ انا حاسس ان انا في مسلسل ابراهيم الطائر. جرى ايه يا شيحته؟ انت فاكر الحكايه هزار ولا ايه؟ خلي بالك اي غلطه ممكن تضيع الدنيا. ما تقلقش حد الظبط، احنا مفتحين قوي. خير يا شريف باشا، احنا كل حاجه تحت السيطره. ايه المطلوب مننا؟ خير يا حنفي، كل واحد فيكم يمسك ساعه من دي. لا عيب يا شريف بيه، احنا بنعمل ده علشان بلدنا، ما بنقبلش هدايا. يا بني ادم افهم، الساعات دي مش هديه. يعني ايه؟ كمان عايزنا ندفع ثمنها؟ الساعات دي فيها جهاز ارسال متصل بعربيه الوسائل المساعده بتاعتنا عشان نعرف نشوفكم ونسمعكم في كل حركه بتروحوا فيها. امسك يا حنفي. حاضر يا باشا. بتاعتي بتاعتك تاخدها من جيبي يا حرامي. اوعى ايدك انا اديها لك. امسك. جهاز ارسال. الو الو شحتها. ايوه يا معلم. سامعني؟ سامعك يا معلمي، انا واقف جنبك اهو. يا بني ادم في الساعه. الو ايوه شحتها. سامعك يا معلمي سامعك. ايوه سامعني، ما انت جنبي اهو. شغالين يا بيه. ايه يا ولاد اللذين يا حضره الظابط؟ يلا. طب لا مؤاخذه يعني الساعات دي هتفضل في ايدينا على طول. قصدك ايه يعني؟ يعني قصدي حضرتك لو دخلت اخد حمام يعني استحمى هخليها في ايديا برضه؟ ابقى لها ساعتها يا حنفي، ده انت ممل قوي. How are you today? Very important people is come with me the house. عندي ضيوف مهمين جدا جايين النهارده.
مهمين جدا يا شيف. عايزه الاكل يكون كويس. الفود فيري نايس، اوكي؟ لو سمحت يا شيف، بس عايزه اكل كده يكون شيك، بلاش بقى محاشي وكوارع وفشه وكرشه والحاجات البلدي دي. نعم بلدي مالو يا حبيبتي، البلدي البلدي يوكل، خليه يقوم ويتهنى من على السفره، يقول لك البيت ده كله خير. معلش يا ماما، عشان خاطري فوتيها المره دي، اكمل اصل بطنه مش واخده على الاكل بتاعكو ده. نعم يا اختي، ايه الاكل بتاعنا ده؟ ليه جاي من بلاد بره ولا جاي من بلاد بره؟ خلاص يا حبيبتي، اعملوا المزمبلي والدكولتي والسموم في مين؟ مفهوم يا ام محمد؟ يلا انطلقوا انتشروا توغلوا في المنزل. ماما ربنا يخليك لي، انا ماشيه بقى لحسن متاخره. تعالي هنا، رايحه فين؟ انا رايحه معاكي توصليني الجيم، انا عايزه جيم منك. طب يلا بسرعه. يلا بينا يا روح. صباح الخير يا روحي. صباح النور يا حلاوتهم. ها اخبارك ايه؟ الحمد لله نحمده. قولي لي يا اختي، هي الوليه كيداهم كانت عماله تزعق وتتخانق مع الطباخ ومع الشغالين، ليه؟ كان في ايه؟ اصل مصمم الازياء اللي بتشتغل عنده امينه معزوم عندنا النهارده. ويا ترى ده بقى معزوم على الغدا؟ لا معزوم على العشاء. يا اهلا وسهلا يا انس ويشرف. صباح الخير يا معلم. صباح النور يا سناء، ازيك؟ نعم وفضل من ربنا الحمد لله. دايما عامله ايه؟ بتطمنيني عليك. مستوره مستوره يا اللي دايما ستراني. الستر من عند الله سبحانه وتعالى. بقول لك يا سناء، عارفه الوليه المخفيه ام 44 اللي اسمها حلاوتهم؟ حلاوتهم مين؟ حلاوتهم دي يا معلم؟ حلاوتها زايده حياتها، ياكلوها الساعه 6. درتي يا بنت اللي طلعت لي في المقدر جديد. ودي درتك من مين؟ نعم يا اختي، حت امك درتي من مين ده؟ ايه وانا كنت متجوزه قرطه؟ انا متجوزه المعلم حنفي الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه، كان متجوزها قبل مني. الواحد بعد كده لما يتجوز لازم يبحث مع الشرطه. لا مش عارفاها يا معلمه، ما خدتش بالي. لو انها بتيجي كتير هنا يا اختي في الجيم، على كل ولا يهمك يا بنت، خدي صورتها اهي، خدي يا بنت ملي عينك بيها اهي. طب المهم ايه اللي مطلوب مني دلوقتي يا معلم؟ مطلوب منك تحط عينيك في وسط راسك وتجيبي لي قرار المخفيه دي. يعني عايزاني اراقبها؟ الله عليكي، حب كده وتتعرفيها وهي طايره. طب انت عايزه تعرفي عنها ايه بالظبط؟ الولاده دي بتطلع من الصبح وما بترجعش الا ساعه الغدا، بتروح فين وبتعمل ايه مش عارفه، عايزاكي تعرفي لي قرارها. مش يمكن يا معلمه بتروح كل يوم الشغل؟ شغل؟ شغل ده ايه يا حبيبتي؟ ترد سجون، تلاقي كل يوم بتروح تمضي في القسم ولا حاجه. هي بس اللي شاطره فيه ان كل يوم بتيجي تلها في القرشين بتوع الجيم وبتوع المحلات، عشان كده عايزاكي تجيبي لي قرارها. حاضر يا معلمه، غاليه والطلب رخيص. حضلك الخير يا حبيبتي 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 خبصه حبيبتي. قادر اساعد حضرتك في حاجه يا فندم؟ انا بدور كده على قماش ينفع فساتين. تحت عملك حريك سواري ولا بريميدي؟ ها؟ اللي قلت عليه ده ورينا. تحت عملك تحت عملك. فضل. هو ده حلو، بس انا كنت عايزة حاجة بتبرق كده. قول يا اختي طلعيني دي على الأوضة فوق. يلا حطيها في الأوضة. ده انت باين عليك عامل اكله حلوه قوي قوي. من بعد ما عملتها يا ست الكل، ده انت لا ولا على طبيخي. يوه نسيت، ده انا كنت جايبه لك علبه بهارات قد كده اهو. يلا اطلع للبيت فوق وخليها تديها لك، هي محطوطه في الكيس الازرق. حاضر يا ست الكل. يلا بس بقول لك ايه والنبي، خلي بالك انت من اللي على النار. عينيا. تسلم عينيك يا استاذ. Thank you.
عليا. الو عليا، ايه الاخبار؟ اسمعي، انا عايزاك تيجي النهارده انت وسعيد على الفيلا. هقولك. سلام. يا واد انت، يا واد انت. اتفضل يا استاذ اكمل. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ اكمل. اهلا يا مدام، ازي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله، نورت البيت. ميرسي يا فندم. احب اعرفك بقى يا استاذ اكمل. ابتسام اختي الكبيره. مش كبيره قوي على فكره، هم سنتين بس. سنتين ايه؟ توماس شهرين قصدها، ولاد كيداهم بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مدام. الف سلامه على حضرتك. ايه ده، الله يسلمك. ميرسي كريمه. اختي الصغنطوطه. شرفنا يا استاذ اكرم. الشرف ليا يا انسه كريمه. اتفضل يا استاذ اكرم. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. ميرسي. اتفضل يا فندم. ميرسي. مساء الخير يا اسطى، انت بقى الترزي اللي بتشتغل عنده امينه؟ ترزي؟